أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة المقاطع المنتشرة في البلوتوثات في الجوال التي تعرض لحركات السيركي والمهرجانات والبهلوانات وغيرها؟ هذه من الفتنة، هذه والعياذ بالله، الجوالات والتسجيلات هذه فتنة زادت الناس شرا، هي من الفتنة والشر ومن بث الشر ونشر الشر، ولا حول لا قوة إلا بالله، فهي وسائل للشر كثيرة، قل من يستخدمها في الخير. نعم.